شكر رئيس الجمهورية يا أخي ينقذنا من هذه الأوضاع اللي نعيشها يا أخي. ماشي حكومة داخل البلاد. ها؟ القاتل السرقة مستمر فوضى داخل عدن يا أخي. شوف نحن ينقصنا الكهرباء والمياه والمعاشات الرواتب، نتمنى من الله أن يسدوا ويخلصوا نحن من هذه المشاكل كلها، الشعب كله ضبحان. كل الشعب. خلاص طفش. نشتي منهم ان يصلحوا الامور ويصلحوا البلاد، لا 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 يخربوا بلادنا. اكيد المواطنين يحتاج طرقات، يحتاجون كهرباء، يحتاجون المي، يحتاجون كل شيء، الامن من ضروريات الحياه، هذه اساسيات الحياه. متفائل ان شاء الله باتفاقيه الرياض، وبالنسبه لوضع الشعب، الشعب يحتاج الى معونه كثيره، يحتاج من جهه توفير كهرباء، من جهه توفير راتب، من جهه توفير مثلا تقويه العمله، مساعدة بكل شيء. الشعب يعاني من أشياء كثيرة. أول حاجة الأمن والأمان والاستقرار، وثاني حاجة الكهرباء، وثالث حاجة المياه، وحاجة العودة إلى الحياة الطبيعية وأيضا المعيشية للمواطن، خاصة يعني المصانع، التجارة، وحاجات كثيرة جدا. عاد الأمن والاستقرار بتعود للحاجات الثانية كثيرة.